في الحلقة هذه نحكي على الضرائب بكل المعلومات الهامة للناس اللي معرسة والناس العزاب، كيفاش نجم تنقل بين مختلف أنواع الضرائب وشنو اللي لازم تخلي بالك منه باش تستنفع أكثر بفلوسك وتقعد ديما تخلص أقل ضرائب. عسلم الناس كل، معكم باسم غزواني، وفي القناة هذه تلقى برشا معلومات على الهجرة من تونس لألمانيا. ما تنساش تعمل سبسكرايب باش يوصلوك معلومات تخص كل ما يهم الفرص الجديدة للعمل للسياحة وللدراسة في ألمانيا، وما تنساش تفعل الجرس باش أول ما يهبط فيديو في موضوع جديد ولا موضوع يهمك توصلك الإشعار ليك أنت الأولاني. في الحلقة هذه نحكيو على الضرائب. الناس برشا منكم والأعضاء في المجموعة والصفحة متاعي سألوني وقالوا لي كيفاش يا بسام نجم نخلص ضرائب أقل إذا أنا عازب، وكيفاش نجم نخلص ضرائب أقل إذا أنا معرس، وشنو هو أحسن الطرق اللي إحنا إذا معرسين نجموا ناخذ فلوس أكثر من الضرائب. قبل ما نفسر لكم كيفاش الضرائب في ألمانيا، نحب نقول لكم إنه ثم كلمة ولا كلمتين لازم نفهموهم باش نجم نفهموا أقسام الضرائب. الكلمة الأولى اللي هي غوند فخاي بتخاك، اللي هي الحد الأدنى اللي هو فلوسك ما يتحسبش عليه حتى مليم، وبعد الفلوس هذه يبدأوا يحسبوا في التاكس. بتبيعها في كل عام يزيد الغوند فخاي بتخاك، وهكذا وتشوفوا في وسط الموقع متاعي تلقاو مقال كامل فيه متاع العوام 2019-2020-2021 قداش بالنسبة للمتزوجين وقداش بالنسبة للعزاب زادت ونقصت. مع الغوند فخاي بتخاك هدايا نبدأ أول قسم اللي هو قسم الناس العزاب، ولا قسم اللي متزوجين لكن منفصلين، معناها كل واحد يعيش في بيت، واللي مطلقين واللي أرامل. بالنسبة للقسم رقم واحد هو القسم اللي يدفع أكثر ضرائب. هذا القسم بالطبيعة إذا تحب تعرف قداش يدفع فلوس ثم الفيديو هذا فسرت فيه كيفاش تحسب الضرائب، وثم مقال كيفاش تحسب الضريبة متاعك تلقاوه في الموقع متاعي زادة في صندوق الوصف ولا لهنا كما تراو. وبالنسبة للقسم هذايا الأحسن إنك تهرب منه في أقرب وقت. بالطبيعة كما قلنا إنه ثم حد أدنى لإنك تبدأ تحسب عليه الضرائب. الحد الأدنى اللي يبدأوا يحسبوا بعده في الضريبة عليه هو 9744 هدايا حسب سنة 2021. نتعدات هو القسم الثاني بتاع الضرائب. القسم الثاني بتاع الضرائب يرتكز أساسا على العائلات اللي عندهم صغار لكن عايشين وحدهم، معناها أنت يسميوها single parent، معناها أنت عندك صغير أما عايش وحدك. وبالطبيعة بخلاف هذاك ثم اللي زادوها كاتيجوري جديدة اللي هما unmarried، معناها ما همش معرسين لكن عندهم أولاد، تصب في نفس الحاجة اللي هي بتاع العائلات اللي عندهم صغير وحدهم. بتبيع لهنا عن طريق المقال زادت نجم تحسب وتعرف قداش فلوس عليك باش تدفعها إذا أنت في القسم 2. عموما القاعدة الوحيدة على القسم 2 أنه عمره ما يدفع أكثر من التاكس اللي يدفعها الإنسان اللي في القسم 1. نتعدى هون الأهم حاجة اللي هي القسم 3. القسم 3 هذا خاص بالناس اللي متزوجة، والقسم 3 ما ينجمش يجي وحده. علاش؟ القسم 3 هو خاص وتابع للقسم 5. ش معناها؟ معناها الناس اللي متزوجين واحد فيهم باش يكون في القسم 3 وواحد فيهم باش يكون في القسم 5. القسمين هذوما يعطيو ايجابيه في حاله واحده، انه واحد من الزوجين يكون يخلص برشا وواحد من الزوجين يكون يخلص اقل منه ويكون الفرق واضح. القاعده تقول كما قلنا ما تنساوش الغوند فخاي بتخاك، انه الانسان اللي يخلص برشا هو ياخو الغوند فخاي بتخاك متاع الانسان اللي يخلص اقل. بمعنى آخر، إذا مثلا راجلك ولا مرتك تخلص 5000 وانت تخلص مثلا 1000 ولا 2000، انت اللي تخلص 1000 ولا 2000 باش تدفع أكثر نسبة من الضرائب. هذه عندها إيجابية شنو؟ أنه عموما بينكم الزوز بالطبيعة بعد تكونوا متفاهمين ديما على مستوى الربح الصافي متاع فلوسكم يكون ديما أكثر من أنه كل واحد يكون وحده. هذه الحاجة الإيجابية. والحاجة السلبية فيه أنه أنتم الزوز عليكم تعملوا الإقرار الضريبي متاعكم كل عام. والحاجة الثانية السلبية فيه انه ساعات ان شاء الله مش الناس كل يصير مشاكل بين رقم 3 ورقم 5، وعموما رقم 5 ديما يقول انا اللي خليتك تدفع اقل تاكس. عموما بالنسبة للناس اللي تختار 3 و 5 لازمكم تتفاهموا وتكونوا متفاهمين انه مع بعضكم تتساندوا في الدنيا، ونقول لكم انه 3 و 5 خير من اي تاكس اخر، خاطر بالطبيعة باش تدفعوا اقل حاجة وربحكم العام في العام كله يكون ديما اقل. بخلاف هذاك الناس راهي المتزوجة ديما ضريبتها احسن من الناس اللي عزاب. كيفاش الضريبة وشنو الفرق؟ بالنسبة للناس العزاب كما قلنا المستوى الحد الادنى هو 9744، بالنسبة للناس اللي معرسة يبدأ من 18366 فما اكثر هدايا 2019 باهي. بالنسبة توا للقسم رقم 4، القسم رقم 4 هو الناس اللي معرسة لكن كل واحد قرر على خاطر ما ثماش اختلاف كبير في مستوى الأجر، ولا على خطر ما يتفهموش وكل واحد يحب يخلص الضرائب متاعه وحده، انه كل واحد فيهم اختار القسم 4. القسم 4 شي يقول؟ يقول انتم متزوجين لكن كل انسان يدفع ضريبته على حدة.
ما تنساوش انه حتى في القسم هدايا راك مجبر انك تعمل الاقرار الضريبي بتاعك اخر عام. القسم 5 من الضرائب والقسم 5 يرتبط بالقسم 3 على خاطر ما ينجمش يكون وحده، لازم يكون راجلك ولا الزوج الاخر ولا المراه هي اللي تدفع اكثر باش تنجم تعمل 3 و5. وبالنسبه للخمسة الحاجه الخايبه انه الجروند في خايبه خاج نتاعو البدايه نتاع الحد الادنى هي 0 اورو، معناها من اول يورو يدفعه يبداوا يحسبوا عليه في التاكس. باهي نجيو للقسم السادس اللي هو للناس اللي تخدم خدمتين ومره اخرى خدمتين مش خدمه اوميني جوب، معناها خدمه مثلا 40 ساعة وعندك خدمة أخرى مثلا 20 ساعة ولا 40 ساعة. القاعدة اللي تقول مش تعرف إذا أني تخدم في خدمتين ولا خدمة واحدة، وكي تدفع مرتين التأمين الصحي متاعك معناه لك تخدم في زوز خدم. وهوني الإنسان هدايا يحسبوا عليه الضرائب من 0 أورو، معناه من أول يورو تبدأ تخلص فيه يتحسب عليك الضرائب. نجيب القسم بتاع النصائح. نصائح الحلقة بالنسبة للإنسان اللي عازب وقادر يعرس، عرس راك تخلص أكثر كي تعرس. باهي بالنسبه للناس المتزوجين 3 و5 معظم الناس راهي بالنسبه اللي ما عندهاش فرق ما يحبوش يمشيوا ل 3 و5، يقعدوا في 4 4 باش ينجموا مثلا كل واحد يخلص على روحه وحده ولا ما يتاثروش برشا بالفرق نتاع 3 و5، واحد يكون ياسر عليه تاكس والاخر مستمتع بكل شيء. باهي لكن ثم ملاحظه مهمه تحطها في بالك، اذا انتوما معاملين انكم باش تجيبوا اولاد عن قريب بدل للتاكس 3 و5. علاش؟ خاطر ثم حاجه اسمها الفلوس اللي تعطاو للعائلات اللي هي تسمى الترن جيلد. الالترن جيلد الفلوس نتاع العائلات تتحسب على اخر 12 شهر من اكثر واحد فيكم يخلص نيتو، معناها اذا انا مثلا كاب نخلص 5000 واكثر من المدام تاعي نولي انا ومثلا كنا زوز في 4 نولي انا نمشي ونبدل الثلاثة والمدام تبدل الخمسة فقط باش نستغلوا ال 12 شهر ونربحوا اكثر على الفلوس اللي تعطاو كمساعدات للعائلات كي يولي عندهم اولاد. ثم برشا عرب كيما قلت لكم يبدلوا من 4 ل 3 و5 ومن بعد ما يجيبوا الاولاد ويحصلوا على الالترن جيلد يرجعوا ل 4 4. والنصيحة بالنسبة للناس اللي بشبه خدمة جديدة، قبل ما تبدا الخدمة كلم الفينانس أنت اللي هو المركز الأساسي متاع حساب الضرائب وقل لهم اللي انت راك تحب تبدل من القسم اللي انت فيه للقسم الآخر. وآخر نصيحة نغلقوا بها الحلقة، راو الفيديو الجاي على كيفاش نجم تراجع ضرائبك وعلى التجربة متاعي أنا مع الضرائب اللي رجعت بها في أول عام 100% من الضرائب متاعي. نحب نقول لك ما تنساش تعمل سبسكرايب، ما تنساش تضغط على الجرس باش يجيك الفيديو هذايا ليك انت الأولاني أول ما نهبطها. وهكا نقول لكم كان تشاو يا جماعة، نتقابلوا في الحلقة القادمة.